هلا بننتقل لضيف دنيا معنا لليوم، ورح تكون الدكتورة لينا فاروق عباس، وهي أخصائية في علم النفس والإرشاد. ضيفتنا اليوم موجودة معنا من دبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيفك تمام؟ انت؟ تمام، اهلا وسهلا فيك. تمام الحمد لله. اول شيء دكتوره، كيف الوضع عندكم بدبي بشكل عام؟ كيف اغلاق كامل وهيك؟ يعني نص نص، مش زي الاردن، انتم ممنوعين نهائيا. نص نص بس الناس في يعني الحمد لله على درجه عاليه من الوعي، فهذا شوي بيطمئن يعني. حلو. طيب دكتوره، اليوم بدنا نحكي عن الاحتراق الذاتي وزياده الوعي المجتمعي لدى الاشخاص عن موضوع الاحتراق الذاتي والممكن انهم يتعرضوا له الكادر الطبي. ايش هو الاحتراق الذاتي، وكيف ممكن انه الاشخاص في الكادر الطبي يتعرضوا لهذا الشيء؟ متلازمه الاحتراق الذاتي او بما يدعى باكتئاب المهنه هو نوع من انواع الضغوط المتعلقه بالعمل، وهي حالة من الإرهاق المزمن وبصيب الشخص كآبة وإحباط، بنتج عن تفاني لقضية ما أو لاتباع أسلوب أو نمط حياة معينة، وبتؤدي بالنهاية الأمر إلى انخفاض الدافعية لدى الشخص تجاه عمله. وهذا طبعا بالذات بيحدث عندما يشعر الشخص أنه عمله لم يحقق النتائج اللي كان هو بتوقعها. وتم مؤخرا في 2015 إدراج الاحتراق النفسي ضمن نوع من الاكتئاب. طبعا العاملين في المجالات الطبية بيختلطوا ضحايا جائحة كورونا كتير، ومع الأشخاص المشتبه فيهم كمان، وهم مدركين خطورة العمل مع الضحايا والعدوى، وبالذات أنه ما في علاج حالي للمرض. طبعا بالتالي هذا ممكن يسبب لهم الإحباط أحيانا لعدم تمكنهم من مساعدة بعض المرضى أو الوصول للنتائج المرجوة. طبعا هذا بزيد من فرصة تعرضهم للاحتراق النفسي واللي أعراضه كثيرة وخطيرة جدا. أولها مثلا الشعور بالإرهاق والضعف الجسمي، الصداع، الشعور بأنه ما له قيمة، حتى العمل اللي عم بينجزه ما له قيمة، سرعة الاستثارة والغضب، ضعف التركيز والذاكرة، صعوبة في النوم، حتى اضطرابات معوية وهضمية وشعور بالإحباط، وبصير عند الشخص نقص في الدافعية والحماس للعمل، وبرضه بفقد الأمل من انتهاء جائحة كورونا أيضا. طبعا الأشخاص اللي بتسموا بالالتزام بالعمل أو التفاني لقضية ما هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالاحتراق النفسي، لهيك تم إطلاق عليه مسمى المرض المقاتل. هو بالفعل دكتورة آخر فترة يمكن شفنا شوية فيديوهات كانت يمكن من أمريكا، من إيطاليا، لدكاترة بالقطاع الطبي حاسين يمكن بضغط كتير كبير، وكانوا بيطلعوا بفيديوهات بيبكوا أو بيطلبوا مساعدة، أو حتى في آخر فيديو طلع قبل فترة كان في بعض الدكاترة اللي هم سحبوا حالهم طلعوا برا المستشفى وقالوا خلاص إحنا نستسلم وما رح نقدر نكمل في هذه الحرب. لذلك إذا ظهرت هاي الأعراض على الدكاترة، بعرفش إذا هم بيكونوا مدركين لإلها، مدركين إنه هذا يعني مرحلة قد تكون في إلها علاج، شو النصائح اللي بتقدر تعطيهم إياه، وكيف بيقدر يتصرف بعد ما يصاب بمرض المقاتلين على التسمية الجميلة هاي؟ بالبداية لازم الكل يعرف إنه هاي الأعراض إذا كانت بسيطة هي ردود فعل طبيعية بتظهر نتيجة للضغوطات الحالية. وبأكد هون على أهمية اتباع القلق التباعدي بين الأطباء. رح أشرح شوي عن قلق تباعدي. قلق تباعدي عند الطبيب هو تصرف مثالي بيجمع بين التعاطف وبنفس الوقت الانفصال الوجداني. باختصار يعني تجنب الانخراط الزائد في ذاتية الحالات، يعني ننظر للمرضى كحالات عامة وليس كأفراد. يعني مثلا في مواجهة مرض خطير كجائحة كورونا أو حالة تثير القلق بصفة عامة، بيكون من الأسهل على الطبيب علاج المرضى إذا نظر لهم كحالات عامة وكأعراض، وتناسى تماما بالفرد اللي بيعاني أمامه. طبعا كمان مفروض تقسيم الحياة إلى مجالات: عمل، منزل، حياة اجتماعية، والتركيز قدر الإمكان على كل مجال نعيشه، ما نسمح لضغوط مكان ما تؤثر على مكان آخر. يعني على سبيل المثال مشاكل عمل ما تجيبها للبيت. كمان بأكد على أهمية عدم المبالغة في التوقعات الوظيفية عشان ما تزيد من فرص الاحتراق النفسي لدى الكادر الطبي.
كمان يجب انه ساعات العمل ما تزيد عن 12 ساعه باليوم حتى ما يشعر بالارهاق الجسدي، ولازم كثير ضروري ياخذوا فترات راحه خلال العمل. هلا اذا حسيت انك منزعج، يعني عبر عن سبب انزعاجك لزملائك وبشو بتفكر وبشو بتحس وما تكبت مشاعرك. هلا زملائك هم اكثر اشخاص بفهموك لانه هم بيشاركوك نفس المعاناه، وهذا بيساعد على تخفيف التوتر وبالتاكيد بيقلل من فرصه تطور الاحتراق النفسي. كمان يفضل انه يشجع رئيس الفريق الطبي على الاجتماع بالاطباء وبالكادر الطبي عشان اجراء اسلوب التفريغ النفسي بشكل اسبوعي، هذا اسلوب كثير جيد. بالآخر بشجع إذا كانت الأعراض غير بسيطة الاستعانة باختصاصي نفسي للتغلب على المشكلة. يعني زي ما بنعرف التجربة الصينية كانت كتير رائعة، وكان في دعم نفسي رافق الدعم الطبي في الصين وكان له أثر كتير إيجابي. هذا أهم إشي دكتورة، يعني إحنا لو دبي في دبي بنيجي بناخد استشارتك. أهلا وسهلا. الله يخليكي دكتورة. موضوع الوعي المجتمعي بشكل عام، يعني كنا عم نحكي عن درجة تقبل الأشخاص للتباعد الاجتماعي، مش كلنا عم نتقبل الموضوع بنفس الدرجة، حس المسؤولية مش نفسه، درجة الخوف والقلق مش نفسها أيضا. كيف بيأثر سلوك الأفراد اللي حوالينا على شعورنا نحن بشكل عام، وشو هو التصرف يعني مش المثالي خليني أحكي ولكن الأقرب إلى الصحة؟ أول شيء باختصار بحب أحكي شو يعني وعي مجتمعي. يعني هو مشاركة الوعي المشترك في المجتمع. يعني الوعي الاجتماعي بيشير إلى مستوى واضح من الوعي لدى الفرد بيكونه جزء من كل أكبر اللي هو المجتمع، وهو بيشمل وعيه إنه هو بيأثر وبتأثر بالآخرين. هون بحب أحكي عن شيء كتير مهم اللي هو سلوك الامتثال، اللي هو الميل إلى التصرف مثل الغالبية من الناس سواء بشكل إيجابي أو سلبي، وهذا السلوك بيقوم فيه الشخص عشان يشعر إنه هو طبيعي ومقبول من قبل المجموعة اللي هو موجود فيها. باختصار يعني هو إنه تغير سلوكياتك من أجل إنك تتوافق وتتناسب مع المجموعة اللي أنت حولك. طبعاً في لها جانبين بخصوص الأزمة الحالية في ظل جائحة كورونا، رح أحكي عن نواحي إيجابية إنه ممكن يتم الامتثال من خلال الامتثال وأخذ المعلومات من أشخاص ذو خبرة، هيك بتكون الاستجابة الامتثالية حكم عقلاني جداً لمن لا يملك القدر الكافي من المعلومات وبيعتمد على الآخرين للمساعدة في اتخاذ القرار. طبعاً هم بحب أشير لشغلة كتير يعني لفتت انتباهي، وأعتقد إنه في البلدان العربية في عنا شخصيات خاضعة للسلطة أو authoritarian personalities، هون ممكن هذا يفسر اتباع الإجراءات الاحترازية أكثر بالبلدان العربية. طبعا قد يظهر العدوان في حالات الأزمات واللي بتتم بشكل جماعي، حيث بنلاقي انه الاشخاص بينقادوا مع سلوك الاغلبيه في السلوك العدواني، بيقوموا بالاعتداء على الاخرين دون اكتراث باي اعتبارات سواء عقلانيه او اخلاقيه، وهذا السلوك بيعزى احنا بنسميه بعلم النفس بالعدوى الاجتماعي. كمان هي بتخلي الشخص يتصرف زي ما حضرتك أو رانيا حضرتك هيثم حكيت كمان عن موضوع كيف بالأسواق صار في فوضى وصار في عدوان جماعي وسرقة الأسواق ظهرت بوسائل التواصل الاجتماعي. طيب دكتورة، إمتى بنقدر نعرف أو نميز إحنا تحديداً كأشخاص إنه ردة فعلي اليوم بسبب هذا الضغط هي ردة فعل طبيعية، وإمتى بحس حالي لا أنا تجاوزت ردة الفعل الطبيعية؟ وعشان نكون كمان أكثر وضوحاً، في ردود فعل كانت إذا كانت مثلاً الحاجة للطلعة أو مثلاً الحكي أو الصراخ، في بالمقابل ردود فعل بتكون مش مبينة لأنه بتروح على اكتئاب ونوم أكثر وهدوء وامتثال بطريقة قد تكون مش إيجابية. نعم. هلأ استجابات القلق هي رد فعل طبيعي جداً للضغوطات الحالية اللي عم نمر فيها. يعني جائحة كورونا بتمثل مصدر شديد للتهديد لحياة الإنسان، فوجود شيء من القلق شيء إيجابي وبيحث الناس على تجنب المخاطر وبيكون حافز لتطبيق الإجراءات الاحترازية من قبلهم.
لكن لما بتستمر الضغوطات بتأثر بشكل كتير سلبي على الصحة النفسية، وممكن تزيد من فرصة تكون اضطرابات نفسية لدى الأشخاص اللي عندهم استعداد مسبق لتطوير إحدى الاضطرابات. هون على سبيل المثال ممكن أحكي عن الاضطرابات، ممكن يطور الشخص اضطرابات مثل اضطراب القلق المعمم أو إحدى المخاوف المرضية الفوبياز أو الفزع اللي هو panic disorder أو الوسواس القهري، أو أحياناً اضطرابات المزاج منها زي ما قلتي حضرتك الاكتئاب. وبرضه اضطراب كتير مهم وكتير مرتبط بالصدمات اللي يدعى باضطراب الـ PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة. طبعاً أعراض الضغوطات كتيرة، أبسطها هي ظهور أعراض جسمية ناتجة عن عمل جهاز سمبثاوي في جسمنا، زي مثلاً زيادة أداءات القلب، شعور بضيق بالتنفس وتحرك وصعوبة بالنوم، وأعراض عقلية تانية بتصير عند الشخص زي صعوبة في التركيز، توقعات وأفكار سلبية. طبعاً قد تقود الضغوطات إلى انقاص مستويات هرمونات السعادة عند الشخص اللي هم هرمونات الدوبامين والسيروتونين، فبشعر الشخص هون بالحزن واليأس وفقدان الأمل والتشاؤم حول المستقبل، وهذا بيؤدي إلى زيادة إفراز، كمان الضغوطات بتؤدي إلى زيادة إفراز الأدرينالين والكورتيزون واللي بدورهم بيعملوا على إضعاف جهاز المناعة في الجسم، وبصير الشخص أكثر عرضة للأمراض الجسدية المختلفة مثل سرعة تلقي العدوى من فيروس كورونا وغيره كثير من الأمراض. نعم نعم دكتورة، شكرا جزيلا لحضرتك على هاي المعلومات المهمة، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله رب العالمين كل هاي الرسائل الصحية توصل لأكبر عدد من الناس اللي عم بتابعونا. شكرا جزيلا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.